السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتكم انفوتيك فان. في هذه الحلقة سوف نتعرف على قن سري أو معلومة سوف تضيفون إلى هاتفكم إذا كنتم من الأشخاص الذين تسافرون كثيرا إلى دول أجنبية. هذا القن سوف يسمح لكم بعدم استعمال الرومين أو المساجري، لأنه إن تم استخدام الرومين سوف تكون لكم فاتورة باهظة الثمن. لعدم استعمال الرومين وإضافة تكاليف باهظة إلى حسابكم، يجب إدخال هذه المعلومات إلى هاتفكم. يجب إدخال دياز دياز 002 دياز ثم بالضغط على بعث مكالمة أو إنشاء مكالمة. عندما ترون effacement réussi أو transfert d'appel tout effacement réussi، فقد تمت العملية بنجاح أو تم تعطيل الرومين لكي لا تأتيكم فاتورة عالية الثمن إذا كنتم من الأشخاص الذين تسافرون كثيرا إلى دول أجنبية أو دول غير دول الإقامة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد لقى إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بقناتكم انفوتيك فان، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.